مساك الله بالخير ابو شهاب. مساك الله بالنور، حيا الله ابو سعيد. شلونك؟ طيب خير الله يسلمك. اليوم موضوع حلقتنا موضوع نقدر نقول عتيج وجديد بنفس الوقت. عن شنو؟ عن اللهجه الكويتيه. اللهجه الكويتيه، اللهجه المثيره للجدل في وسائل التواصل الاجتماعي. أي. اللهجه اللي تقريبا العرب كلهم يفهمونها بسبه الاعلام وممثلينا والمسلسلات اللي كانت تطلع. فهذه اللهجه وشنو الخفايا اللي بهذه اللهجه؟ صدقت. وإذا بنتكلم عن اللهجة، اللهجة نقدر نقول هي هوية أي شخص يمثل أي دولة. يعني أنت ممكن تعرف فلان من أي دولة بسبب لهجتها نفسها. فالبعض من اللي نقدر نقول الناس العتيجة على قولتهم الكبيرة بالعمر، الشيبان والناس الكبيرة، ممكن تقط بعض الكلمات اللي احنا ممكن نقول بيش يا بليش، الكلمة هذه قديمة. صحيح. عرفت؟ وليها متمسك في هذه الكلمات فعلا. وفي شيء جدير بالذكر أن اللهجات بالخليج تقريبا متشابهة، فودنا نعرف اليوم شنو الأصل مال اللهجة، شلون تكونت اللهجات، وعلى أي أساس صار بالخليج هذا التشابه خلينا نقول باللهجات. صح. إيش رأيك باللي يقول اللهجة الكويتية صعبة؟ صعبة؟ بالعكس أشوفها سهلة يعني. صح. بالعكس خفيفة بيضة. إيه اللهجة بيضة، سهل إن تنفهم. صح. دائما سهولة خلينا نقول فهم اللهجة بالنسبة حق باقي الدول يعتمد ترى على الأفلام والمسلسلات، مثل اللهجة المصرية شون كلنا تقريبا الوطن العربي كله يفهمها بسبب السينما المصرية من العشرينات موجودة وأفلامها منتشرة، والكلمات العتيجة القديمة اللي كنا نشوفها في مسلسلاتنا درب الزلق وغيرها. صحيح. ممكن صح احنا ما نتداولها بشكل يعني مثل قبل، بس ان استل هذه الكلمات ممكن تعلمناها وشفناها عن طريق هذه المسلسلات. ممكن احنا جيلنا احمد نعرف وايد كلمات قديمه يعني. صح. بس ممكن جيل جديد عن طريق هذه المسلسلات يشوفون ويتعلمون هذه اللهجات القديمه. فعلا لها دور كبير انه يعزز من اللهجه. احنا لا نطول، نعطي وقت حق ضيفنا ان شاء الله نفهم منه اكثر. خالد الرشيد باحث باللهجه الكويتيه، ان شاء الله راح نتكلم عن اصل اللهجه الكويتيه وتنوع مفرداتها، وايضا راح نتكلم عن اللهجه الكويتيه ما بين الصعوبة والإتقان، وأيضا راح نتكلم عن البدليات بعد هذا الفاصل. خلكم معنا. أستاذ خالد الرشيد مساك الله بالخير، نورتنا استديو قبل العصر. يعطيك الصحة والعافية. بخير الله يسلم عمرك. قبل أن ندخل في موضوع اللهجة الكويتية ونتفرع فيها، ودنا يعني نلقي نظرة بسيطة على موضوع اللغة العربية بشكل عام. شو اللي يميزها اللغة العربية، وليش في ناس يعتبرونها من أصعب وأغنى اللغات؟ أول شيء اللغة العربية إذا أتينا على رأي العلماء ابن فارس وسيبوي وباقي العلماء الأصمعي وهذا كلهم اتفقوا على أن اللغة العربية هي الأم، أم اللغات. بعدها اشتقت منها باقي اللغات، فلذلك الله سبحانه وتعالى علم آدم أسماء كلها. منهم من قال علمك جميع اللغات، عقب ما نزل الأرض علم كل ولد منا لغة، وكل واحد راح في لغته الإنجليزية والفرنسية مثلا يعني، واليابانية والهندية. ومنهم قال علمها في اللغة العربية ونزلوا الأرض. فمع التطور وابتعادهم عن الأب يعني الأسلاف، كل واحد بدأ يطلع أسماء للأشياء اللي ما علمها هي، فلم هم مختلفين فيها. اللغة العربية هي لغة القرآن، والقرآن نزل في سبع قراءات، والسبع القراءات هذه اللي صار منها تعدد اللهجات. جميل. فعشان ما يصير ان اللهجة اللي فيها تقاليب احرف والتقديم والتأخير والتذكير والتأنيث، ما بغوا يحطونها امام اللغة اللي اتى فيها القرآن فسموها لهجة. في اللغة العربية لو تراك المعاجم، اللهجة لا تعني الكلام العامي، اللهجة اللسان، طرف اللسان، يعني طرف اللسان دائما يغلط. صح. ليش احنا نقول بعظمة لسانك؟ قلت اللسان ما في عظمة. صح. بس هي في عظمة اللسان اللي هو النهاية، آخر لسان هي العظمة هذه. هذه ما تخطأ، فلذلك قال لك بعظمة لسانك انت قلت زين، وطرف اللسان تقول بلهجة لسانك اللي هو ممكن تخطأ، الحركة السريعة ممكن تخطأ فيها. فهم يعتبرون لما يقول ديايا هذا خطأ، هذا ليس خطأ. هذا احنا هم اتفقوا على السابقين على النقل بالجيم ياء، وهذا له طبعا لها قاعدة وضعوها
العلماء السابقين على تقاليب الأحرف، وهي مو من لغة مو من اللهجة الكويتية، لغة بني تميم اللي كانت مستوطنة هضبة نجد، هم اللي يقلبون الجيمياء. صحيح. فعندنا باقي التقاليب، حرف الضاد عندنا ما لا ينطق، ما شفت واحد قال والله قوم أسوي لي بيض. صحيح. عرفت؟ يمكن لو أقولها يعني خطأ، بس أنت صح تقول بيض يعني بالضاد هي صح، بس تعودنا على أنها تكون بالضاء أخف، ضرس، بيض، ضرب. يعني هني ممكن فرقت نقدر نقول اللغة واللهجة. يعني أنا هم في شغلة ودي يعني أذكرها، ممكن إحنا كعرب لما نتعلم لغات أجنبية على سبيل المثال الإنجليزي سهل إن نتعلم اللغة هذه الإنجليزية، بس ممكن لو نروح حق الأجنبي أو الإنجليزي إذا حبي يتعلم عربي يقول لغتكم صعبة لأن فيها مفردات وايد، فأنا قمت أضيع. فممكن ناس تقول والله، أو بشكل عام الغرب يقولون اللغة العربية صعبة بسبب كثرة مفرداتها والقواعد. شوف اللغة العربية هم دائما أنا أشتغل في 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 يعني دراسات مع ناس أجانب عن اللغة العربية عن اللهجات، وآخر دراسة اللي تمت في جامعة سيتشيني ستيفان في كان في هنغاريا. شوف اللغة العربية تبيها سهلة تصير سهلة، تبيها صعبة تصير صعبة. شنو اللي يأثر بالموضوع؟ احفظ اسم واحد حق كل شيء. صح، ما داعي 900 اسم حق الأسد. أسد بس. صح. لا ما تغلطان لما تقول أسد. بس غضنفر وحيدر وليث وكذا، هذا تبيها صعبة لأن مفرداتها عد وخربطة. فأنت تبيها سهلة. شوف هي لغة القرآن، لغة القرآن سهلة. أستاذ خالد ودنا نعرف أصل اللهجة الكويتية، نشأتها، شلون بلشت، شنو يعني أوائل الكلمات اللي كانت في اللهجة الكويتية. شوف اللهجة الكويتية، اللهجة الكويتية صارت على يعني بعد 3 هجرات رئيسية. أول هجرة هجرة العتوب، انتقلوا من نجد إلى أكثر من محطة، ثم استقروا في الزبارة في قطر. نركز على هذين. هذا النجدي يوم طلع من نجد إيش كثر عنده معلومات في البحر؟ تقريبا ما في، بسيطة يعني كلش. إذا تعلم البحر في الزبارة في قطر. إذا الفوكابلري أو الغاموس ماله إذا قسمنا المخ هذا بحري وهذا بري، هذا البحري صفر والصحراوي أو البري أو اليابسة فل عنده. فأخذ المصطلحات البحرية من قطر، ثم هاجر من قطر بسبب أو بآخر ويا إلى منطقة هني بالكويت ما لها اسم. فاتضحت المنطقة هذه أنها منطقة عبور قوافل اللي تأتي من روسيا ومن تركيا ومن الشام ومن إيران اللي هما الحجاج. فلقوا المنطقة هذه حيوية وفيها فيها بيع وشراء، وأساسا طلعوا من نجد من 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 قطر كما قال في تاريخ الكويت استودعوا سفنهم في سفنهم النفيس والغالي، معناه طلعوا معهم رؤوس أموال. فبنوا المنطقة هذه بسكات، ترى بصورة سريعة جدا. من اللي استخبر بعد 15-20 سنة عمومتنا أو عمومة أهل الشرق اللي هم موجودين لا زالوا موجودين في 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 نجد. فأتوا هجرة مباشرة من 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 نجد إلى منطقة، طبعا ما يكونوا فوقهم ولا يدور، قعدوا يمهم. فأصبح اللي هني يقول أنت ساكن شرقي نسبة لشروق الشمس، واللي هني يقول أنت ساكن قبلتي نسبة إلى قبلة الصلاة. فصارت عندنا منطقتين، منطقة شرق. هالمنطقة هذه الفوكابلري البحري عندهم ممتلئ. هذا يوم يهني وشاف أنهم سابقينهم بخمسين سنة، هذا صار عنده انطواء على نفسه، صارت علاقاتهم الاجتماعية ما بين بعضهم، علاقاتهم الاجتماعية الزواج والصداقات وما بين بعضهم، فكون الرأس مال. هذا نفس وضعك، ما يعرف شيء في البحر، بدأ شوي شوي يدخل على البحر بمهنتين أو ثلاث، أما النخوذة أو السيب أو القيادة السفن كالسكوني. غيص ما غيص نادرا ما يغيصون، خصوصا مرة واحدة بالسنة. فهذا شاف ان البحر عليه صعب، ودي انا ماله نجدي رايل راعي صحراء وبر طول عمره عايش في بر، تيجي تقول تعال عيش في بحر صعبه. فتوجه هذا الشخص وين؟ الى الاعلام. ففتح التلفزيون وبدوا اهل هالمنطقه هذه اللي ما تغيرت، اللي يوم مباشره من نجد ما راحوا الزباره مثل ما قلت لك، تغيرت مفرداتهم
اذا كانت تغيرت بالقياس راح يكون على ما اتى في التلفزيون. حلو. فهذا الشخص اللي موجود هني اخرج صوته في الاعلام بلغه اهل جبله. فلذلك نجد في مسلسلات الدرب الزرق والاغدار وبس يا بحار والمسرحيات كلها لهجه واحده ماخذه تواتر من بدايه من نشاه العمل الاعلامي من سنه 24 اللي هو اول مسرحيه للشيخ عبد العزيز رشيد قاموا فيها اهل جبله. فدخلت هذه اللهجه الى كل بيت فلذلك صار عندنا مقياس. مثلا تقول عبايتي غلط وعباتي صح، لا مو عبايتي غلط، لا هذه اهل الشرق يسمونها عبايه وهذا يسمونها عبات. زين اذا كثنينهم صح عندنا نواخذه بس مو شرط انه يقود السفينه، ممكن يملك السفينه ويأجرها يسمى نواخذه. وهني خلينا نقول طاقم السفينه نفسه لما يروحون تجاره بين دول اسيا ما 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 قاعد تأثر عليهم اللغات هناك ويبونها مثلا يبون لغات نعم يوردونها للكويت. ما في دولة في العالم سكانها أصليين، لازم تلقى فيهم عروق أخرى. لا يوجد لغة أصلية، لازم يدخل لك أنت تدخل الكلمات. يعني لما أنا يقول لك مايك كاميرا صحيح تلفزيون تليفون كلها إنجليزي صح. زين هل هذا احنا لغتنا إنجليزية؟ لا مو إنجليزية، هذه أسماء مواد. يعني الله سبحانه وتعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها، هذه معجزة، الأسماء معجزة. يعني لما نقول وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصى نعم الله. فلذلك عد النجوم، خليك لا تروح فوق، خلنا هني تحت أرقام واحد من واحد لما ينتهي اكتبهم بالأحرف واو حاء واو ألف حاء دال، اكتب واحد وكمل. متى توقف؟ ما توقف، شفتها لا تحصوها، هذه نعمة نعم نعم من الله لا تحصى. فاللغة لا تحصى، اللغة العربية لا تحصى لأنه معجزة الله سبحانه وتعالى أعجز فيها الملائكة. وعلى ما أدري سبحانه قال وعرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء، قال عن من لا ما علمتنا، قال يا آدم أنبئهم بأسماء. فأبونا آدم عنده معلومات، يعني أعطى معلومات. فاللغة العربية كأسماء لا تقف عند حد، كل شيء ممكن لا يأثر عليها. شوف اللغة تكون على من ثلاثة، اسم وفعل وحرف. الاسم لا يحصى، الفعل محصي. فلذلك لا يوجد عندنا تغيير في الفعل، انت عندك رغبة داخلية على الفعل. انا لو اقول لك الحين مش خلنا درينك قهوة، غريبة الجملة ما مو هي، بس امش خلنا نشرب كابتشينو، تمشي صح. اذا تغيرت الاسم، الاسم انت عندك مو مشكلة تغيره، بس الفعل لا ما تغيره. والله انا ماشي بالافينز واحد بوشني كان فل داون، ما تصير صح كلش. بس انت قلت لفينيوز هني صح قبلتها. اذا شوف انت عندك رغبه داخليه انك ما تغير الفعل، الفعل لا يتغير الا يعني شوف الافعال تزيد بس ما تنقص. زين الافعال تزيد ممكن انها تنطق سيف كابتشر فرمنت تحول اللغه زين قاعده تزيد صراحه جديده لان ما عندنا مقابل لها. زين اول المقابل لها يكون صعب نطقه. زين يعني احنا لما نتكلم على مثلا كلمه فرمت الفورمات بالانجليزي، هاي عشان اسوي لها تعريف عربي تنظيم مسالك الهارد ديسك. حتى الهارد ديسك صارت انجليزي بعد اي الاسطوانه المعدنيه قرص الصلب اي او قرص الصلب. عشان انا فقلت لا خلنا ناخذها فرمت اسهل كابتشر، التقط صوره حيه من المقطع الامامي وتعودنا على هذه الكلمات اللي فانت تستبدلها. زين في كلمات في الدخل عندنا مصطلحات كره القدم. استاذ خالد كلامك جميل وقاعد يفك شفرات اللهجه الكويتيه وطريقه كلامنا. احنا عندنا استطلاع نسمع كلام الجمهور ونرجع نكمل الحوار ان شاء الله. تفضل. لهجتنا الكويتيه ما بين الحاضر والماضي في كلمات فريده ومتنوعه، خلينا نشوف الكلمات هذه مع بعض. نبي منك كلمه كويتيه فريده وقديمه. يعني على سبيل المثال كلمه شدينا، كلمه شدينا الان مندثره وهي اساسا تغنم من مكان الى مكان من الكلمات القديمه. و يعني في الان ما تحضرني امانه، لكن في كلمات كثيره يعني اندثرت. كلمه شدينا ما زالوا يستخدمونها الان ابنائكم؟ يعني قليل قله، مو بشكل استمرار. يعني كانت بشكل مستمر في اي جيل على قولتهم؟ جيلكم، جيل ابائكم؟ جيلنا وجيل ابائنا، بس الجيل التالي هذا حتى بالواتساب يعني صار حتى الكلمات يعني بدات تندثر. اكو كلمات حتى على الواتساب عن طريق الواتساب
كلمات مو معقولة يعني. الدش علينا الإنجليزي معرب على ما قالوا عن طريق الواتساب. يعني شنو السبب رأيك اليوم؟ التقنيات الحديثة، الانفتاح العالمي، السهولة. يعني قبل كانت مثل ما قالوا أيام قبلنا التلفزيون يسكر الساعة 12 بالليل، زين الآن على ما قال فول داي 24 ساعة التلفزيون شغال، الناس ما تنام، كل شيء تخربط. فأوريدي تقنية تأثر على الإنسان، أو التكنولوجيا بشكل عام تأثر على الإنسان، هذا أمر وارد عليه مثل السيل غصب، يعني لازم تكون مجاري. أبي منك كلمة كويتية قديمة. مثلاً شيء رتشيتش. رتشيتش معناها عشان مساعدة على يعني شيء خفيف أو شيء كذي، ما هو قوي، خفيف يعني. إيه كلمة غيرها؟ رأس العاير مثلاً، اللي هي الزاوية أو شيء كذي، أو نهاية الفريج رأس العاير كذي. أبي كلمة كويتية قديمة. اللي عارفها سماخ يعني رأس. أبي كلمة كويتية قديمة. عتيج. شنو يعني عتيج؟ كلمة قديمة. عتيج كلمة قديمة، يعني هي معناها قديمة؟ إي حيل قديمة. أبي كلمة كويتية قديمة ومعناها. حلو. ناطع استخدمونا الأهل هذه حق الشيء الحلو، إذا ما أكل شيء حلو يقول ناطع شيء حلو. عندنا حق اليهال عادة نستخدمها، يا زبوط، اللي هي ما زبوط النقعة، اللي هو هذا اللي يلزق عند الصخر، معروفة كلمة قديمة. فهذه الكلمتين اللي ما زلنا نستخدمهم. أستاذ خالد، سمعنا وياك بعض الكلمات اللي الناس ذكرتها، ودي تعليقك عليها من الكلمات القديمة. هو السؤال مو بمكانه، يعني ماكو شيء اسمه كلمة كويتية قديمة، ماكو شيء. يمكن أنت تعتبرها قديمة، أنا أعتبرها جديدة. يعني البعض ما يتداولها مثل قبل، يعني عشان تقول أنا قديمة. لا شوف، أنا قلت لك الكلمة اللغة تكلم من ثلاث، زين، الاسم والفعل والحرف. الفعل ما يتغير، اللي طاح الحين نفسه طاح قبل 200 سنة، صح، اللي طق الحين قبل نفسه 200 بس. السيارة الحين قبل كان يسمونها طرمبيل، بعدين صارت موتر. يسمونها شنو؟ طرمبيل. سامع فيها هذي؟ طرمبيل هذي الأولين اللي يسمونها، أول ما طاحت طرمبيل، بعدين أوتوموبيل اللي هي الأوتوموبيل، بعدين صارت الموتر. فالاسم يصير قديم وجديد، بس الفعل نفسه. الاسماء اللي ذكرها واللي شدتك شنو؟ يعني انا في واحد اعتقد في طفل قال سماخ. انا شدني انها اعتبرتها قديمه سماخ، انا لها نستعملها. لا من اسماء الراس، يعني انت ممكن تقول راس زين، ولا راس يعورني، قال سماخ يعورني. بس تعلق على فلان سماخ عود. هي دائما تصير بوضع التنمر. كلمة سلبية، انا ما بقول سلبية عشان ما ازعج البنت، يعني الله يحفظها. لا هذه تقال، لا تقال يعني من باب الغشمرة، أي من باب الغشمرة، من باب صح، من باب هذا. فما ماكو شيء اسمه قديم وجديد. لأن قلت لك أنا الفعل، أنت عندك خلونا نركز على الفعل، لا تتكلموا على الأسماء. الأسماء هذه ما نقدر نسيطر عليها، لأن أعجز فيها الملائكة مو البشر. يعني فهذه أسماء شدينا، في كلمات تدخل ندخلها احنا نرحب فيها، وفي كلمات تدخل احنا ما نحبها. يعني مثلا لما نقول كلمة بلشنا، ماكو شيء اسمه بلشنا قبل، بس حقا كلنا نقول يلا خلينا نبلش، ولا يلا بلشوا الجماعة، زين، ولا زين احنا دخلنا، احنا اساسا ما عندنا مكانها تعريف. في كلمات احنا عندنا شيلة قبل، ها قمنا، ها طيحنا، ها قبينا، ها دشينا بحر، عرفت؟ تعطيك اياها كذي. الحين ما عندنا تعريف حق الكلمه هاي، فدخلنا بلشنا. ليش قبلنا بلشنا؟ لان جذر بلشة موجود عندنا ونستخدمه بكثره، هو البلشه والبلشتي وطقه وبحطبه وبطراسه وبتلش، صح، وبتلش بدمه. شوف بتلش وايد عندنا حق لها، فقال خلينا نزرق هذه وياهم، فدشت بلشنا، رحبنا فيها. انا عن نفسي استخدمها، زين، لان وقت الفزعه انتهى. قبل ها قمنا، والله بنينا، يلا بنينا، بنا لهم طوفة، زين، ها قمنا هذا. حتى بالتيل بغينا نلعب تيل قبل، زين، عشان نبدأ اللعبة ما أقول يلا بلش، يلا درقس، تقول درقس آخر يبلش هذه. إيه توه بلش، دخلناها لأنها قبل إحنا بغينا ندخلها. بعض الكلمات تدخل علينا من تسمعها تقول شو قاعد تقول كذي، لا يبا إحنا كلمتنا كذا،
تفرض عليه. ليش لا تدخل فعل من برا على لهجتك؟ اي خلي الفعل مالنا خلي يكون عربي واللي سمعت انا من اسلافي. مثل ما قلت لك الفعل هو اللي ما يغير. ليش؟ لان عدد الافعال عندنا 160 فعل قابل على الحفظ، بس الاسماء لا يمكن تحفظها. صحيح. يعني اسماء يعني بشكل معجزه يعني للشيء. تبي كوب، تبي جلاس، تبي بياله، تبي عندك اسماء وايد ممكن تزيد ونكتسب هذه الاسماء وتدش بلهجتنا. مثل ما ذكرت ساك تكبشر تبلش الامور هذه. هذه انا اقول لك يا ريح لا تحاتي، هذا فعل دخلنا لا تريح. هذا ويف موجة نركبها بعد ما ينتهي التكنولوجيا هذه تنتهي مع يعني عشان التكنولوجيا والكلمات. احنا قبل عندنا بيجر زين يا مع مصطلحاته. صح. زين عندنا مايكروويف يا مع مصطلحاته، صار الاير فراير يا مع مصطلحاته، يا الكمبيوتر دخل مع مصطلح يك مع الكتالوج. كل لغه يك كل كلمه يعني كل جهاز يك يطرشولك معاه كتالوج فيه المصطلحات مالته تحفظها وتتكلم فيها. بعد ما يندثر هذا يروح تنساها. زين الحين منو اللي قبل مثلا مصطلحات التلفزيون الاوليه كان عندنا اريل، وكان عندنا الاريل اللي يفتر. زين واللي كان عندنا ها صافي لا محي في مين يمين، هذا كله مصطلحات. عرفت يلف الاريل. احنا ايام الغزو وقبل الغزو كان عندنا الاريل التلفزيون اوتوماتيك تطق القرص كذي توجه الاريل على الدوله اللي تبي تشوفها. تبي ثلاثه عشان يشغلون تلفزيون بس. إيه الحين خلاص انتهى. حتى الدش والريسيفر وعرب سات راحت. ليش راحت؟ مع التكنولوجيا مالتها. صحيح. زين الحين بس الفعل لو تروح تنغير يظل الفعل موجود، لكن احنا نحافظ غيره من داخلكم. انت مساعي ما تكلمنا على يوم دخلت كل فعل اجنبي في انت من داخل كشيت. صح. انت عندك رغبه. كلنا كل اللي مروا علي انا من لقاءات ومن اصدقاء ومن محاضرات عملهم تجربه هو يكش الى الفعل هذا. فاحنا عندنا رغبه بس ما ندري ان هذه الرغبه موجوده الا من واحد يثيرها. نقدر نقول هذه الرقابه هي اللي تحدد شنو اللي يقعد مع اللهجه وشنو اللي خلاص غير مرحب فيه ويطلع. أي. موضوع ان الاستحسان للكلمه، اذا عجبنا الموضوع لا هذه تنفع تقعد معنا وتستمر مع الاجيال. في كلمات استاذ لها اكثر من معنى يكون، يعني على سبيل المثال كلمه مو، يعني اقدر اقولها للنفي مو لازم نسوي الشيء هذا الفلاني، واقدر استعملها للاستفسار. يعني احنا بلشنا الحلقه مو. فشنو تفسير الحين الموضوع هذا الاختلاف في المعاني بالكلمة نفسها؟ نقدر نقول يا من أماكن مختلفة. ما عندي لها تفسير واضح بس هذه لغة أهل الشرق. اللي يضع مو في 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 جملته أنت نايم مو، فلان نايم مو، زين هي لغة هو لغته كذي. هو لغته كذي. أهل جبلة لا ما يقولها، يقول له تصنيف آخر. فاحنا شوف الكويت فيها 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 ست تقريبا لهجات. احنا اول شيء ذكرنا اهل الشرق فيها ست لهجات. اول لهجه العوازم. العوازم موجودين قبل العتوب وقبل الكويتيين وقبل هذا، ما فيهم الخوالد اللي هم ابو رسلي والمصيبيح والسدان بعض الاسر. عندنا بعدين صارت عندنا لهجه، بعدين تكونت شرق صار عندهم لهجه شرق، بعدين تكونت جبله صارت عندنا لهجة جبلة، بعدين القروية قروية الفنطاس وقروية ليهرة أو الجهرة صارت عندهم لهجة، والقبائل والفلشاوية. الفلشاوية عندهم لهجة، لهجة فلشاوية اندثرت راحت. حتى لو أي واحد بيسوي دراسة على لهجات الكويت راح تكون دراسة مجروحة، لأن مو مكتملة عندك لهجة أهل فلشة. ما عندهم أعمال تلفزيونية، بس أكثر أعمال التلفزيون تمت بصوت لهجة أهل جبلة، وهي أخذت نصيب الأسد. هي اللي أخذت، هي سيطرت وصارت. صح. هي الفوكابلري مالنا أو هي القاموس مالنا اللي نرجع له في حال نجد اختلال، إذا اعتقدنا. صح. أو اعتقدنا اختلال في 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 صوت كلمة، زين على طول نرجع إلى ما ورد في الإعلام. احنا ما ندري ان هذا احنا نرجع للمورد الاعلام الا لما بدينا نثير احنا كمجموعه لهجه كويتيه من الزملاء والاصدقاء، قلنا القاموس مالنا او الحكم مالنا هو التلفزيون، ما ورد في الاعلام. فلذلك التلفزيون يقول شكر ما يقول شكر ولا شكر.
زين يقول طقني ما يقول طقاني، يقول شربت ما يقول شربيت، يقول هامور ما يقول هامورة، معنا في ناس بأهل الشرق يسمونه هامورة صحيح. وهو الأصح. انزين الهامور مو اسمك اسمك زين مؤنث ولا مذكر؟ صحيح. اسمك مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. المفروض مؤنث. اي سمكة. حق تقول هامور عود، ليش ما تقول هامور عودة؟ هذا دخلنا على بطني تعورني. إيه. نفس الفكرة تقريبا. لا هذه قصة هذه قصة ثانية. لا هذه قصة ثانية. لا احنا نتكلم على الهامور، ليش ما نقول هامور هامور عودة؟ هي في نقول مخي فيها شيء غلط صح. ميدا عودة ممكن. زين نقول فسكرة عودة صح. نقول بزلقانة عودة، زبيدية عودة. بس ايش معنى هامور؟ ايش معنى قرور؟ زين لأن أهل جبلة تحكموا، هم تجار تحكموا في اللغة، فقام يأنث حسب ما يرى. فالهامور لما تشوفه وجهه أقشر، مو مال تأنيث هذا صح. جد والله شوف وجه الهامور شلون أقشر. زين شوف وجه السبيطي، شوف النقرور، خليه يضرب عليك نقرور يقصص ايدك. انا اذا ضرب علي انا ابين وياي النقرور. زين من طقه ترى يطق روس يبتر الايد. بس الفسكرة والنيسرة تيك أنا نعم نعم. الزبيدية يا إذا أنت من تبرزها من العدة ماتت مسكي. الميدة ناعمة صغيرة بس هامور. أهل الاستكانة، أهل العراق يسمون استكان يذكرونه. يوميتنا احنا شفناها حليوة مخصرة صغيرة وكذي. لا هذه مو تذكير، هذه تأنيث استكانة صغيرونة حلوة. اي نأنثها، فصار عندنا التأنيث. وهذا خطأ، بس قبلنا هذا الخطأ. لما نروح حق أهل الشرق، لا أهل الشرق وايد أصح من أهل جبلة. أهل جبلة يبتدأ بساكن، اللغة العربية لا تبدأ بساكن. روح اللغة العربية من أول كلمة في اللغة العربية لآخر كلمة، حتى في القرآن الكريم يبقى أول كلمة في اللغة. لا يمكن تلقى سكون على أول حرف، ما تصير. خطأ. سكنة وأهل جبلة تقشمر تريق. شوف سكون عدل، ما تسمع ناس يقولها عدل، يحط لها تاء وكسرها. لاحظ حط لها كسرة، تت قشمر، تتريق، تتفلسف، هذا تفلسف تقشمر، مساعد، محمد. هذاك يسمي هذاك، يمكن هذاك يضيف لها ألف، مساعد صح. أم يقولك أم شاري زين، أم محمد يقول زين، أهل هذاك أم محمد. فهذه لغة، اللغة مو لغة أهل جبلة، هذه لغات قديمة. يذكر إبراهيم شمسان في بحث يقول إن ما ابتدأوا في ساكن هم أهل نجد وأبو يعني أهل الزلفي وبريدة وعنيزة، يعني هم اللي ابتدأوا في ساكن. فيقول أم هجور، أم هبول زين، وهذه اللغة واردة فيهم. الحين يقول لك إن هذا انتهت اللغة هذه، لأن أهل نجد انتشروا في الأرض، تركوا فجر المنطقة هذه وراحت تغيرت لغتهم. ظلوا الكويتيين محافظين على هذه اللغة اللي كانت تستخدم قبل 500 سنة، اللي ما كانت بعيدة عن زمن القبائل بني ضبة وقبيلة هذيل وقبيلة كذا. احنا من كل قبيلة أخذنا عادة، عادة القلب جيمياء، ديايا وياني وذياويو وذمايو ومدري شنو، ومن ياينا الحزة. هذه مو لغة كويتية، هذه لغة بني تميم، هم اللي يغلبون الجيمياء قبل تكون. فلذلك الشاعرة تقول هجت الشير أو الشجر عشان نكون واضحين، فقالت إن لم يكن فيكن ظل ولا جنى أبعدكن الله من شيرات، ما قالت شجرات. والشاعر الآخر يقول إني أراه على الأكام وشير. زين وهني ركزت أنا على حرف الجيمياء وبدأت أدرس الحرف الجيمياء، وجدت أن ترى بني تميم لا يغلبون كل جيم، يغلون بس إيه بس في 5 كلمات، شير ويربوع وصهري ومسيد، يمكن ما يحضرني هذا. شوف احنا اللهجة الكويتية فيها 30 حرف، اللغة العربية فيها 28، في حرفين زايدين من وين؟ حرف التشا وحرف القاف صحيح. نين فعندك شوف 30 حرف، هذه 30 حرف تعجز باقي اللغات تتعلم اللهجة الكويتية. فاللهجة عندنا صعبة، يعني صعبة. ليش؟ مخرجات الأحرف عندك مو سهلة أنك تنطقها. ليش مو سهلة؟ لأن احنا أخذناها من قبل 600 سنة خلنا نبالغ. زين
اللي كانوا يتكلمون فيها ذاك الوقت بهذه العادات، وجبناهم حطيناهم في منطقة جبلة، ومنطقة جبلة ظلت العلاقات الاجتماعية ما بينهم. صحيح. فبدت هجرة الكويتيين الصيفية، قاموا راحوا الشام تعلموا لعبة الطرنيب اللي هو الكوت ويابوها هني، فالورقة الغير متجانسة مع هذا فقاموا سموها بدلي. غير متجانس. إيه فصارت بدلي، أهل الكوت يعرفون أهل بوستة والكوت. وصلنا يوم شاف إيه يوم شاف إنه في بدلي وسمع هذا قال طقاني، قال له هذه بدلية. صارت هني بدلية، هني نشأت البدلية. البدلية شنو عبارة عن؟ البدلية مثل الخيزرانة تلسب أي واحد يقول غلط، إذا قلت غلط يعني مثل ما تفضل تحت الهواء قلت أن أنت يوم بالمدرسة تنطق كلمات من تتبع إلى أصل معين، فوجدت أن اللي حواليك كلهم بعدهم خيزرين كأنهم يطقونك عشان يردونك على الكلام اللي متعودين. فالبدلية صارت عندنا مثل الخيزرانة أداة تردك على ما سمعناه في الإعلام، اللي هي اللغة اللي صارت منها لغة السيادة اللي يتكلمون فيها الـ 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 الأركان الدولة ووزارات الدولة وتلفزيون الدولة وكذا. اللهجات تختلف ومصادر اللهجات تختلف. أنا كنت بوقفك عند البدلية ونطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا عن البدلية بالذات. أستاذ خالد، شلون ممكن نفرق اليوم ما بين البدليات؟ يعني هل فعلا ممكن نفرق هذه بدلية ولا هذه غير بدلية؟ احنا خلينا نعرف وش شنو هي البدلية. البدلية صوت يختلف عن الصوت اللي انت متعود على سماعه. حلو. زين. طقني غير عن طقاني. زين. شربت ولا شربيت؟ شربت ماي ولا شربيت ماي؟ انت الناس تعتقد ان هذه بدلية، لا هذه مو بدلية. هذه لغات عندنا. الفلشاوي يقول شربيت مثلا. يقول طقاني. يقول احتاريت. زين. الجبلي يقول احترت وشربت. البدلية متى؟ البدلية لما توضع كلمة في مو في في غير محلها. مثلا شوفوا دقة الموضوع، لو أسألك تقول أنا أرجف من البرد ولا أريف من البرد، هذا الجيمياء قلبها الجيمياء. تقول أرجف من البرد ولا أريف من البرد؟ أنا أقول أرجف. ترجف من البرد. لا نرجف، احنا متعودين على الرجفة، متعودين على الكلمة الريفة ما مرت علي. وفلان يريف ممكن، والله الحين قاعد ممكن شايفه بفيلم قديم مسلسل قديم الأولين يقولوا الحين يمكن هذا اللي من إذا بغي يسأل سؤال يقول كلمة قديمة يقول يريف من البر. يريف صحيح. أو شو اسمه؟ شو هني؟ لا خلنا لا خلنا ندش في هذه، خلا هذا موضوع ثاني. البدلية لما تقول والله كلينا كلينا عشاء والنعم، هني بدلية. لا مو مكانها. إيه صح مو مكانها. ليش؟ والنعم هذه تستخدم في استحسان أصل شيء أو أصل شخص معين. صحيح. زين. بس لما انت تقول والله كلينا ولا صدنا هامورة، لا هذه مو بدلي، هذه لغة. بس لما تقول والله كلينا شريت سيارة من التخ والمخ، زين، لا هذه بدلية. زين. شنو التخ والمخ؟ من مثل والنعم. اي هذه بدلية. بس لما تقول فلان يريف من البرد، لا هني غلط، لازم يرجف من البرد ويريف من الخوف. يريف هذه أصلها رجافة، راء جيم فاء. ويرجف أصلها رقفة، راء قاف فاء، قلب القاف جيم، مثل عتيج وحريجة. زين، حتى عتيج وحريجة هذه يعني جالس تذكرني يعني ألغي نظرة ألغي شوية عليها، أعطيك معلومة عنها متى نقلب الجيم القاف جيم. هذه يرجف أتت من الآية الراجفة، الراجفة اللي تخلي الواحد يخاف، فيقول فلان يرجف من الخوف، يريف من الخوف عفوا. بس لما اني على الثانية اللي هو الرقوف وهو شدة البرد والقشعريرة، تقول يرجف من البرد. شو هني من اللي يصيدها اللي خذ قياس الكلام من أهله، وهو الحديث. لما اي واحد من اللغات الثانية تقول له والله يرجف، يقولك ما يميز بينهم. لا تميز بينهم، يجب أن تميز بينهم. ليش؟ لأن هذه من جذر وهذه من جذر، هذه من جذر جرى رجفة وهذه من جذر رقفة. بالنسبة لتقاليب الأحرف عندنا، عندنا إحنا في اللهجة الكويتية تقاليب أحرف وايد. حرف الألف يغلب إلى ياء ويغلب إلى واو، فتقول ياصلك. زين، ولا يا هذا الباب ياسع. زين، مو يوسع، ياسع. الواو غلبت إلى ألف.
عندك ما يميز اللهجة الكويتية قلب الجيم ياء غطيناه. أيضا يعني القاف عندك تنطق إلى قاف. صحيح. قال لي وقلت له زين، وهذه تحسب على جميع القبائل العربية تقريبا معظم الدول العربية. نعم. ويقلب إلى جيم. صحيح. بس متى يقلب إلى جيم؟ أو 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 أو, أو خلنا نأخذ مثال على قلب القاف جيم. مثلا تقول في بيت فلان حريجة، بس تقول غرفة النوم احترقت، ما تقدر تقول احترجت. صح. ليش قلت حريجة هناك؟ في مثال ثاني. ليش ما تقول حريجة؟ نفس النقطة أستاذ خالد. شلون؟ نفس النقطة، الحرف قلب القاف جيم وقاف بنفس الوقت. موضوع العروق ممكن يقول لك لا ينطلق عرج بالجيم تنقال، بس إذا تجمع العرج صارت عروق بالقاف. أيه. فنفس المنطلق في موضوعي جمع ومفرد. ليش ليش قول انت عرج؟ شوف كسرة يمها الراء، عروق واو، خير كثير، خير كثير، كويت، كوينة، ما قلت شوينة، ما قلت شويت. ليش يمها واو؟ إذن اذا 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 سبق أو إذا كسرت القاف ولا سبق حرف لين تقلب إلى جيم. فالتقاريب الأحرف عندنا، خلنا نطالع الحرف اللي قبل الكلمة، إذا كان حرف ياء مكسورة يجوز قلبه. في قاعدة نوعا ما، هذا عرف، عرف تعتبر، بس مو بكل الأحوال، مو بكل الأحوال. يعني الحين مثلا خلنا نأخذ مثال قلب القاف جيم، زين، هو في اللغة بالأساس أو الجذر مالها قلبة، اللي هو القليب، القليب اللي هو الجليب. في المعجم قليب، القاف مكسورة، يوميتنا دامنا القاف مكسورة إذا قلبناها جليب، يوم جمعناها صارت قلبان، قلبان. لو بتقولها جلبان، لاحظ جلبان كسرتها أنا، ما قلت جلبان. فإذا كسرت الحال يجوز قلبها. أحد الشخصيات الكويتية، أحد الشخصيات الكويتية قال دكاتشين، واستنكروا هذا الموضوع، فيت يوم يت عندي لا يجوز قلبها. ليش؟ لأن هي مياء. بس هما ثنتين كافين بالكلمة. يجوز. عندك رجيج. صح. بس هني اثنيناتهم نفس ال. نفس الشيء رجيج، بس شوف هي مياء. فإذا سبق أو إذا سبق أو 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 أو, أو, أو آه آه سبق الحرف حرف لين يا همزة كسرة يجوز قلبها. أعتقد. بس هذا لا ينطبق على حرف الجيم. الجيم حالة استثنائية. صحيح. الجيم يما لين يما صلب يما كذا يغلب جيم يا على طول، إلا في بعض المواقف. لما تكون مواقف جدية، زين، ما تقول إحنا أنا قلتها جدية، ما قلت يدية. بس أقول يمعت فلوس. عرفت؟ لما تغلب مقام جدية تنطق الجيم جيم صحيح. إذا كانت أمور فقهية بالقرآن بالسنة بما ورد في هذا يجوز لا تغلب الجيم الجيم يعني. بس إذا صارت بالحديث العام، الحديث العام لا تغلب الجيم ياء. عندك إذا ما عجبك حكي وإذا ما عجبك شيء من فلان تقول دعوة ما يحتاج كل هذا، بس إذا أنت طالع وشو تقول جيرانك سيارته خربان ها تحتاج شيء، ما تقول لك تحتاج. ليش؟ أنت الحين موضوع جدي تبي تخدمه، فإذا تعطي الكلمة حقها. هذا اللي اسمه في شيء عبد العزيز يميز اللهجة الكويتية، إن إذا تبي تشرح أي معنى واحد ما فهم الكلمة تبي تشرح له المعنى تسوي شيء تسوي له شيء تنفهم الكلمة على طول. إيطاليين صرنا رتشيتش تسوي شيء تنفهم توصل المعنى على طول. إذا بنقول إحنا في تحدي، لأن في السابق ممكن يكون أشياء معينة بسيطة اللي ممكن تأثر على اللغة، بس بالوقت الحالي الدول دخلت على بعض، الثقافات دخلت على بعض بالسوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، فخنقول شنو اللي علينا ممكن إن إحنا نسويه، إن نحاول قد ما نقدر نحفظ اللهجة الكويتية بتنوعها حق الأجيال القادمة، على أساس إنه ما تمسح مع الوقت. ما راح ما بيد حيله. لا نحفظها محفوظة، لا تحاتي. اللهجة محفوظة، اللي يقول محافظ على اللهجة محفوظة، بس راح خلنا نوثقها. توثيق مهم اللي هو في كتب. أما اللهجة محفوظة، مسلسلات درب الزلق والأغدار هذه حفظت تقريبا 99% من اللهجة الكويتية. فهي محفوظة ما نخاف، ولا نكون إحنا عنصريين ما ندخل كلمات، لا دخلوا.
دخلوا كلمات ما عندنا مشكلة، خلونا احنا ناخذ ونعطي معاهم. الوسائل الاجتماعية والسوشيال ميديا هذه كلها دخلت علينا كلام، بس انت ما قلت لكم ترى اذا وصلت عند الفعل لا نقول حدك الاسم خضراتك، الاسم العافية على كيفك، تبي تسميها كيكة، تبي تسميها تارت، تبي تسميها تون متعلم كلمة تارت زين زوجتي علمتني اياها امس، تبي تعلم كلمة تارت، تبي جاتو، تبي كيفك ادي خربط بالاسماء كيف. شوف خلينا نتكلم عن عن المصطلحات الرياضية، هذه مهمة جدا. مصطلحات الرياضي اول ما جتنا الكرة ما نعرفها، هذه كرة ما ندري شنو شنو هذه، احنا نعرف طنباخية، طنباخية والطنباخية اصلا ما يلعبون فيها بريولهم، لعبة العنبر زين وبس. يمكن لعبة العنبر انا ما شفت واحد يلعب بريوله من التراث الكويتي، ما في احد يلعب، ما شفت ولا هي موجودة. هذه يلعبون فيها الطنباخية، الطنباخية هذه كرة من 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 خام حصمة ويلف عليها خيوط كذي نداف زين، ويحطها بكيس ويخيطها وتصير مدورة ويلعبون فيها عنبر. فهذا يوم 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 اخترعها، يوم اخترعها النداف يوم ولا الخياط ما لها اسم فسموها طنباخية. ليش سموها طنباخية؟ نسبة قبل لا نعرف الازرار هذا، هذا قبل سمونا طنباخية الازرار طنباخية، اي هذا مال الشد الخيوط هي الحين. روح على الخيايط تشرق الحين وقول له ابي جداش الشد، يقول لك كم طنباخية تبي. ليش الطنباخية؟ الطنباخية هي من قسمين، من الطنب والأخية. الطنب اطناب الخيمة، شفت اطناب الخيمة الحبل هذا اللي يربط فيها، والأخية الوتد. يقول فلان داق خية بمكان فلان معناته داق الوتد وقاعد، والنوخذ فلان داق خية بهير فلان معناته انه قاعد متكي. فالطنب هو 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 الخيط اللي يدخل فيه الحلقة الأخية، فصار طنباخية. هذه يوم شافها كرة من خيوط، نفس الكرة من الخيوط هذه، فعطاها نفس الديفينيشن ونفس التعريف طنباخي. يوم جت الكرة التكنولوجيا تختلف، هذه من يلد وهذه من خام وهذه فيها هواء وهذه فيها صخر، فعطاها اسم ثاني كرة. هذه يوم جتنا مع مصطلحاتها الأجنبية، الفاول والهند والكورنر والأوفسايد والبلنتي والكذا، هذه بدت أفعال، بدت تتغير أفعالنا. كان يوقف لها العم خالد الحربان الله يطول بعمره ورحمه الله عبد العزيز الخبير عبد العزيز الخطيب رحمه الله عليه، وقفوا عربوها. ليش؟ لان دخلت كل بيت. هذه الافعال لو تغير هني نقول خفنا على اللهجه، فصارت الكورنر ضربه زاويه والاوفسايد تسلل وضربه جزاء وكذي تعربوها ومشينا. اي الا كلمه شوت جول، اي شوت وجول حتى الهدف يعني يقولون هذا، بس احنا قلنا هذا الجول لنا ما عندنا مشكله معاه حق ايه المعلقين اوقع الكلمه ايه عندهم يعني فما الا كلمه شوت. ليش ما قلنا رفسها يسار ولا لان شوت كلمه خفيفه صح، وكلمه الرفسه محفوظه في كنايات عندنا، طق لين خلاه يرافس ونعامه ترفس فلان وكذي، فاحنا قلنا هذا ما يخل دخلوها هذه مو مشكله. فاحنا والله تعال يا اخوي شوت الباب ودش، وبعضهم يقول والله ارفس الباب ودش، حياك اي وقت عندنا ارفس الباب ودش زين، تبي شوت الباب ودش. فصارت عندنا زياده الفعل مو نفي، احنا ما نفينا كلمه شوت ارفس، بس احنا زدنا شوت مثل كابتشر وصور صحيح زين، ولا انسخ وسكان زين، فاحنا قاعد هذه زادت عندنا، فصار عندنا الفعل اسمين مو اسم واحد. فمن كذي احنا عندنا مصطلحات المصطلحات الرياضه، مصطلحات هذه كانت لو ما تم تعريبها، ونوجه تحيه وعسى الله يحفظ العم خالد الحربان عميد المعلقين، لو لم هو يعني كان لهجته تكون في خطر، كان للحين يسولف انجليزي في مباريات كره انجليزي. نعم للحين حكي انجليزي فيها، بس لاحظوا احنا كلنا ها والله احنا نقولها ما بيننا زين، بس كتوثيق لا توثقت عربيه صح. لا. والله استاذ خالد يعني ما شاء الله اليوم خذينا معلومات وكلمات جدا جميله، ونحب نشكرك على تواجدك ويانا في بودكاست قبل العصر. انا اللي اشكركم، انا اللي اشكركم، مشكورين. شكرا شكرا جزيلا، ان شاء الله كنت خفيف عليكم. اكيد اكيد، واعطيتنا شيء وايد مهم ان البدليه موضوعها نسبي أي. تختلف من مكان لمكان. نعم زين المشاهدين يعطيكم العافيه، هذه كانت حلقتنا، نشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقات القادمه.